ريمونتادا من جديد بتذكرنا بأيام الماضي باسطنبول 2005. ليفربول بيعود في أمتع مباريات التشامبيونز ليج حتى الآن ب3-2 قدام ميلان في مباراة ممتعة جدا شفنا فيها كل حاجة، انذارات، ضربات جزاء، أهداف، ريمونتادات، كل حاجة شفناها في مباراة ميلان وليفربول. شفنا تأليف من كلوب، شفنا تنظيم مميز من ميلان، هنتكلم في حاجات كتير قوي عن مباراة ميلان وليفربول. فترة من الحلقة دي استطلق انزل اعمل لايك ووصل الحلقة دي ل50 لايك، ولو حلقة جديدة متنساش تعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان تجيلك حلقات اول باول. يلا بينا نخش في الحلقة. حطيني رقم واحد في الهجاصين. ليفربول بدا النهارده بال 4-3-3 اللي بيبدا بيها معظم مبارياته، وهي دي خطه يورجن كلوب. ولكن العناصر اللي موجودين في الملعب عناصر بالنسبه لي كانت مفاجاه اول ما شفت التشكيله. في البدايه كان بيلعب باليسون، قدامه ماتيب وجنبه جوميز، ومعاد فان دايك على الدكه، ارنولد، روبرتسون، فابينيو، هندرسون، وبيلعب بنابي كيتا ودياجو الكانتارا على الدكه، اوريجي كمهاجم، وجوتا وصلاح، ومع على الدكة ساديو ماني. مريح ثلاث لاعبين في بداية المباراة، لاعبين مهمين. فيرجيل مهم جدا في التنظيم الدفاعي كقائد الدفاع وبيعرف ينظم الدفاع كويس جدا. تاجر كانتارا لللمسات السحرية واللمسات البينية بين الخطوط برضه يفيدك، والاستلامة بين الخطوط كان بيعمله تاجر كانتارا مميز. والثالث هو ماني. ماني نعم مستواه مش كويس، ماني مستواه نازل، ولكن اوريجي اللي ما بيلعبش من حرب 73 تقريبا يعود ويلعب في اول مباراه في التشامبيونز ليج في البدايه ضد ميلان في انفيلد، ده شيء كان مضروب ضرب مضروب الخيال بالنسبه ليورجن كلوب. وكمان ليورجن كلوب دي اول حاجه كان في علامه استفهام عليها، هو البدء بهذه اللاعبين. الحاجه الثانيه واللي كنت فاهمها برده، يورجن كلوب بعد الهدف الاول ابتدى يريح يريح، او مش هقول لك يريح بسبب الجول، لا، هو بدات اللقاء بالتغييرات دي، هو مش عامل حساب ميلان، مش عامل حساب بيولي، مش عامل حساب ان ممكن ميلان تخطفك في جون واتنين في اي لحظه، مش عامل حساب ان ميلان قال لك ميلان وخبرات اللاعبين واللعيبه دي كلها اول مره تلعب تشامبيونز ليج وكل الكلام دون، فقال لك انا هنزل اريح لعيبتي الكبيره تياجو، فيرجيل فان دايك، ماني، وابتدي اجرب في ارضيه الملعب. لكن التجربه في بدايات التشامبيونز ليج في اول مباراه ضد ميلان في انفيلد دي مش حاجه كويسه. معروفه ان في كل بطولات وبالذات التشامبيونز ليج البدايات مهمه جدا، حصد اول ثلاث نقاط في المجموعات مهم جدا 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 في مشوارك للصعود من المجموعه. فليه تخش تستهون بالميلان او انت تخش مش خايف، او مش اقول لك مش خايف، مش مدي ميلان حقه او مستهون بميلان، ادى اللي انت تخش الشوط الاول خسران 2-1 في مباراه انت كنت مستحوذ الشوط الاول عليها بالطول وبالعرض، ضغط عالي كنت تعمله مميز جدا جدا جدا. ليفربول النهارده كان بيلعب ضغط عالي بكل شراسه، ضغط بالثلاثي الامامي صلاح اوريجي وجوتا وثنائي نص الملعب نابي كيتا وهندرسون، وضغط عالي شرس على ميلان، وميلان كان بيغلط في الضغط العالي ده. عصام الشوالي طول المباراه قاعد مبهور بالضغط العالي بتاع ليفربول، ليفربول بيلعب بضغط عالي شرس عشان عارف ان بيولي بيلعب بيحب يلعب من تحت وبيحبش يلعب الكره طويله، بيحب يبني من تحت اكتر، ودفاعه مش افضل حاجه ان هو يبني من تحت. فكان ليفربول الضغط العالي بريتم الدوري الانجليزي بريتم انفيلد بضغط الجمهور بكل ده خلى في اول ربع ساعه في اللقاء ليفربول هو المهيمن. ليفربول سجل في اول اللقاء بكوره مميزه من ارنولد، دخل من جوه ودخل حطها والجول الاول ليفربول، وبعديها جت ضربه جزاء. ضربه الجزاء دي لو كانت سجلت كان نهت المباراه، كان ليفربول خرج الماتش ده كسبان 3-4 لو كانت ضربه الجزاء اللي صلاح ضيعها دي. صلاح ده شاطها بكل رعونه، دخل حطها في ايد الحارس الفرنسي بتاع ميلان وضيع ضربه الجزاء. ده اللي خلى ميلان تاخد نوعا ما روح في المباراه، خلاهم يرجعوا، لا ده احنا ممكن في امل، في امل ان احنا نجيب جول، هو بيضيعوا، في امل ان احنا ممكن نلعب المرتده ونخطف جول. وفعلا ده اللي عمله ميلان في اخر الشوط الاول، في ظل الضغط العالي، في ظل الهيمنه، في ظل كل حاجه ليفربول بيعملها في الكوره، في ظل ليفربول كمان متفوق من نص الملعب. نص ملعب ليفربول مكون من ثلاث لاعبين، كان متفوق على فرانك كيسي واسماعيل بن ناصر، في ظل ان الثنائي اسماعيل بن ناصر وفرانك كيسي اول مره يلعبوا في الانفيلد، اول مره يلعبوا تشامبيونز ليج، اول مره يلعبوا ضد نص ملعب شرس بهذه الطريقه والضغط العالي الشرس بهذه الطريقه، فبالتالي كانوا بيغلطوا كتير، فبالتالي ليفربول كان بيستفاد من هو يستحوذ على منطقه نص الملعب. ولكن اخطاء دفاعيه ادت ان ميلان تخرج من الشوط الاول كسبان 2-1 في اول الكرات بيغطي جوميز الاوفسايد، ريبتش بياخد الكره
الجول الاول لميلان، في الجول الثاني بسرحان بضغط عالي بميلان، الروح بعد الجول، الهايب، الضغط، الضغط على ليفربول، قطع الكوره، خد الكوره لياو لبريم دياز، تك 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 وسط منطقه جزاء ليفربول، بيلعب عرضيه ريبيتش، بيحط تقريبا سيلز ميكر او اسماعيل بن نصر، حط الكوره، ردت من روبرتسون، دخل ابراهيم دياز وجاب الهدف الثاني لميلان، وقدر ميلان في ظل الشوط الاول اللي كان ميلان مهزوز فيه جدا، ميلان مش منظم تماما، بيخرج كسبان 2-1 وبيحط ليفربول ويورجن كلوب في مأزق. في بين الشوطين انا كنت بفكر في حاجه، ان يورجن كلوب مريح اللعيبه لماتش كريستال بالاس، دي حاجه بالنسبه لي انا ليه؟ انت مثلا ما عندكش الاسبوع الجاي او عندك يوم السبت مباراه ضد تشيلسي او ضد توتنهام او ضد يونايتد او ليستر او ارسنال، ما عندكش ضد فريق تقيل، انت بتلعب كريستال بالاس، كريستال بالاس، فانت لماذا ريحت اللاعبين دول؟ انا مش عارف. الشوط التاني كنت متوقع ان اول تغييرين في اللقاء هو فان دايك ينزل ومناه ينزل، ولكن يورجن كلوب هدي شويه على التغييرات، هدي شويه وهدى الريتم وابتدى هو يخش التاني قطعه قطعه. احنا الشوط الاول دخلنا ضغط عالي، بعد كده في نص الشوط ابتدينا نريح شويه ونهدي الريتم، بعد كده ضغطنا ضغط عالي في نهايه الشوط وخسرنا الشوط الاول و2-1 في النهايه. والشوط الثاني كان داخل بالهايب بتاع الجمهور، بضغط الجمهور، بيحاول يمتص الحماس بتاع ميلان، وفعلا ميلان في اول الشوط الثاني سجل جون ثالث، وكان لو الجون الثالث ده كان اتسجل وكان اتحسب كان انتهى الماتش، كان ميلان خد حماس اكبر، خد ثقه اكبر، خد كل حاجه في المباراه، وكان هيقدر يخرج من المباراه كسبان 3 بونت، ولكن الاوفسايد لغى الجول، وبعوده على طول بعد الجول اللي اتلغى محمد صلاح بيجيب الهدف الثاني لليفربول، وبعد الهدف الثاني ليفربول ابتدى يرجع في المباراه من ثاني، ابتدى يرجع في المباراه من ثاني بنزول تياجو بدل نبي كيتا في نص الملعب، وابتدى اللعب يبقى افضل، ابتدى التمريرات تبقى افضل، ابتدى الريتم بتاع ليفربول استحواذ على الكوره كان افضل. ليفربول النهارده الشوط الثاني او الشوط الاول هو ليفربول قدم مباراه كويسه، ولكن برضه ده ما يخليناش ننسى الاداء اللي عمله ميلان. ميلان الشوط الثاني اقول لك الشوط الاول كان مهزوز نوعا ما في الشوط الاول، لكن الشوط الثاني ميلان لا، تنظيميا ميلان مميز جدا، مميز بعد ما نزل كمان تونالي في نص الملعب لاسماعيل الناصر ونزول فلورينزي في الناحيه اليمين، لا ميلان كان تنظيميا وكان نص ملعب بعد نزول تونالي اتحسن كتير جدا. لولا الهدف اللي جابه هندرسون الثالث من كورنر كان قدر ممكن جدا ميلان يخرج بنقطه من انفيلد، هو بصراحه بالاداء اللي عمله ميلان يستحق جدا انه يخرج بنقطه من انفيلد، ولكن انفيلد صعب انفيلد في ظل ان انت اول مباراه ليك من 7 سنين في التشامبيونز ليج، لاعبين اول مره يلعبوا تشامبيونز ليج، بتقدم مباراه مميزه جدا ضد ليفربول في الانفيلد، ده يدينا مؤشر ان اي سي ميلان في المباراه القادمه في دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا اكيد 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 هيعقد المجموعه دي، وبعد المباراه اللي شفناها من اتلتيكو مدريد ضد بورتو ممكن جدا نشوف ميلان بيقتنص 3 بونت من اتلتيكو و6 بونت من بورتو، ونشوف في نهايه الدور المجموعات ان ميلان وليفربول هم اللي بيصعدوا من دور المجموعات واتلتيكو لا. ميلان مش هيبقى مفاجأة تماما ان هو يصعد من دور المجموعات، ميلان فريق كبير، فريق يستحق كل الدعم، انا مبسوط بعودة بيج ميلان الى من جديد للتشامبيونز ليج، وكل الدعم لميلان وبرافو على مباراة النهاردة وهارد لك على الخسارة، ولكن ليفربول يستحق الفوز، ميلان كان يستحق التعادل، برضو مباراة كانت هتبقى عادلة جدا لو خلصت بالتعادل 3-3 او 2-2، بس في الاول والاخر ده كان رأي شخص واحد في مباراة ميلان وليفربول، قول رأيك انت في الكومنتس، قول كمان توقعك، هل ميلان قادر على الصعود من المجموعات ولا دي كانت حلاوة روح المباراة اللي جاية ممكن نلاقي ميلان هدي جدا والريتم نزل وخرج من دور المجموعات، قول توقعك ميلان صاعد ولا لا في الكومنتس، ولو حلقة جديدة متنساش تعمل لايك، ولو أول مرة تشوفني انزل اعمل سبسكرايب في القناة وفعل الجرس عشان الحلقات تجيلك أول بأول، وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام انزل تحت اعمل لي فولو نشر جدا هناك، وعمل مش على فيسبوك وتويتر وتويتر كان معاكم مصطفى، أشوفكم الحلقة الجاية، سلام.